يا بأمان، مساء الخير. كانت أمسية يعني رمضانية، جميل مستوى. قلت فيها مساء الخير سادتنا، مساء خيره قط لكم، مساء ما جئت مبتهجا فيه، لكن جئت أسألكم عن أوضاعها العامل، أتذكر في مقايلكم؟ أيذكر بينكم رجل يكنس هذه الأرض لكم، ينظفها، يزينها، ويقتله القهر منكم؟ مطالبنا وإن كثرت فلن تشبه مطالبكم، فقط أريد هذه الأرض توسعنا وتوسعكم، أريد مرتبي مثلا يكفيني كما أنتم. أي حكامنا الزعماء، يا سادة، يا وزراء، يا مدراء، ماذا بكم؟ أتزعجكم مطالبنا؟ لماذا الحق يزعجكم؟ أتعجزكم رواتبنا؟ فمن يرفع رواتبكم؟ رواتب 10 منا كحافز 1 منكم. أتتغذون من دمنا ونأكل من قمامتكم؟ أعطوني جزء من حقي، أنا ما جئت أشحتكم، أنا عامل، أنا عامل بلا مأوى، بلا حافز، بلا تثبيت، بلا تأمين. أخبركم، تعاتبكم رواتبنا، مساكيننا تناشدكم، متى ترفع رواتبنا؟ متى تصحو ضمائركم؟ شكرا جزيلا.